هنشوف دلوقتي نوع تاني من الأسئلة. بيقول إيه؟ بيقول if a healthy female her father was suffering from hemophilia married to the infected male, the percentage of infected children will be 25 ولا 50 ولا 75 ولا 100%. طب healthy female her father was suffering from hemophilia, يبقى أكيد السيمبل بتاعها إيه؟ XX H capital H small لأنها هتبقى hybrid. طيب اتجوزت infected male, infected male يبقى رمزه إيه؟ X H small Y لأن احنا عارفين الواي ما بيشيلش الجزئية دي. طيب نحسبها كده ونجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا لما نعملهم كوبيليت هنبص نلاقي ان في 50% من الشيلدرن انفكتد, 1 ميل و 1 فيميل. طيب in the previous case the percentage of the infected son, في الحاله اللي فاتت دي كم صن هيبقى, كم ولد هيبقى مصاب؟ طبعا نسبه الصنز اللي هتبقى مصابه هتبقى 25 بس, يعني في ولد واحد مصاب ولا بنت مصابه, يبقى 25%. The phenotype color blindness represents the genotype. يعني ايه فينوتايب؟ يعني ايه جينوتايب؟ فينوتايب يعني الشكل الخارجي. الجينوتايب الجينات. Represent في حاله الميل بس ولا الفيميل بس ولا الميل والفيميل ولا نو كوركت انسر. طبعا ده بيربريزنت في الميل بس. ليه؟ لان الميل لو هو مثلا اكس سي كابيتال يبقى هيلثي. لو هو اكس سمول يبقى انفكتد. لكن الفيميل, الفيميل ممكن تكون اكس مثلا سي كابيتال اكس سي سمول. ساعتها الفيميل تبقى هيلثي برضه. يبقى معنى كده الفينوتايب يعني لو عندك اكس اكس سي كابيتال سي سمول كده الفيميل سليمه. لكن انا بقول لك الشكل الخارجي بيتحدد من جينات في حاله الميلز بس. ده بالنسبه للسكس لينك تريت. السؤال اللي بعدين نمبر 3. ان سكس لينك تريت ذا فيميل مي كاري نو جينز اون كروموزوم ريبريزنت فور سيت تريت. ممكن تكون شايله كام جين للموضوع ده؟ الفيميل ممكن تكون شايله جين واحد او جينين. يعني ممكن تكون اكس سي كابيتال اكس سي سمول مثلا, او ممكن تكون اكس سي سمول اكس سي سمول, يبقى ممكن تشيل 1 اور 2. ميل اند فيميل كوبيوليت بريديوس انفكتد ميلز وذ كلر بلايندنس سو ذا جينوتايب اوف فيميل ويل بي. الميل والفيميل كوبيوليت وطلعوا انفكتد ميلز, ده الميلز بس المصابه انفكتد ميلز وذ كلر بلايندنس. انفكتد ميل وذ كلر بلايندنس يبقى ممكن يكون ايه؟ طبعا جرب كده هتلاقي ان اكس سي كابيتال اكس سمول ممكن تمشي, وان الاكس سمول اكس سمول تمشي. لان قلنا امتى الفيميل تكون مصابه؟ الفيميل تكون مصابه في حاله لو كان الاب شايل الجين ده. لكن الاب مش شايل الجين خلاص, يبقى معنى كده الولاد هنا يكونوا مصابين. يبقى الاجابه تبقى A and B are correct. سؤال نمبر 5. ان 6 لينك تريت اون واي كروموزوم. ما هو في 6 لينك تريت على الاكس كروموزوم وفي واي كروموزوم. In six link trait on Y chromosome, the trait not appear فين؟ أكيد في all males. لأن هو متشال على الكروموزوم Y بس. والكروموزوم Y مش موجود في الفيميل, يبقى all males. سؤال نمبر 6. If infected female married a healthy male. Right. So the number of the infected male will be infected male, if female تبقى عاملة إزاي؟ تبقى XX C small C small. طيب healthy male يبقى X capital Y. نشتغلها ونشوف. هنبص نلاقي ايه؟ هنلاقي ان كل الميلز مصابين. يعني كام بيرسنت؟ تطلع الاجابه نمبر الثالثه اللي هي نمبر بي, اللي هي هتطلع نمبر تبقى 50%. هي هنا مش واضحه, تطلع 50%. ال 50% هم المصابين. تمام؟ لا ده هو هنا عاوز النمبر اوف انفكتد ميلز. النمبر اوف انفكتد ميل ده هو عاوز كام ميل مصاب. طبعا الانفكتد ميل هنا هتبقى 100% 100%. هو 50% من الشيلدر مصاب, لكن كام واحد مصاب من الميل؟ كل الميلز هتكون مصابين لان الفيميل هنا اكس اكس سمول سمول, يبقى كل الميل مصابه, يبقى 100%. يبقى هنا الاجابه هتبقى 100% او كل الميل مصابين. تمام؟ طيب نص الشيلدرن هو اللي مصاب. السؤال نمبر 7. ريسيسيف جين ان ميل كارد اوف كروموزوم نمبر. الريسيسيف جين متشال على الكروموزوم رقم كام؟ طبعا انت عارف, ما احنا عارفين ان السكس لينك تريت هي ريسيسيف جين. طب متشال على الكروموزوم رقم كام في الميل؟ متشال على الكروموزوم نمبر 45 اكيد, لان هي 6 كروموزوم 45 46. في الفيميل 45 و46, لكن في الميل متشال على 45 بس لان الواي ما بيشيلش, يبقى هي متشال على 45. طيب اند ريبريزنتد باي كام كروموزوم؟ الميل بيحددها بكام كروموزوم؟ هو كروموزوم واحد بس. لو كان اكس سي كابيتال يبقى سليم, اكس سمول يبقى مصاب, يبقى ريزنت بقى كام كروموزوم؟ 1 كروموزوم. يبقى الاجابه تبقى اول واحده 45
one chromosome. If man and woman copulate and they produce healthy females and the infected males, so the genotype of the parents presented. طيب. هو هنا المان والومان كوبيليت وطلعوا هيلثي فيميل، الفيميل سليمة، وانفكتد ميلز، والميلز هي المصابة. تمام. طيب تعال نبص كده. أول واحدة بي كابيتال، بي كابيتال ده كده فيه هيلثي. لا ده هو بيقول لك انفكتد ميلز يبقى دي غلط. الثانية بيقول لك بي بلس، بي بلس. لا كده بي بلس، بي بلس كده يبقى الفيميل مصابة. لا هو بيقول لك هيلثي فيميل يبقى غلط. تعال نشوف دي كده. بي بلس بي كده الميل مصاب والفيميل سليمة. بي بلس بي نفس الحكايه، بي بلس بي، بي بلس بي، ايوه يبقى فعلا هي الاجابه نمبر سي، ان هنا الميلز هتطلع مصابه والفيميل هيلثي. طب نتاكد برضه نشوف اخر واحده، بي بلس بي بلس، لا بي بلس بي بلس يبقى الفيميل مصابه، طبعا يبقى غلط، يبقى الاجابه هي سي. The production of the sperm is A. انتاج السبرم هل هو سكس لينكد ولا سكس انفلونسد ولا سكس ليميتد ولا انفلونسد اند ليميتد تريت؟ البرودكشن بتاع السبرم اكيد ده ايه؟ اكيد ده 6 ليميتد تريت. ليه 6 ليميتد؟ لان الميلز بس هي اللي بتطلع السبيرم، يبقى ده 6 لينك تريت. السؤال نمبر 10، هيباتايتس اند ايدز هل هم جينيتيك ديزيزز ولا سيكشوال انفكشوس ديزيزز ولا هيرديتري ديزيزز ولا اميون ديزيزز؟ طبعا الهيباتايتس والايدز دول سيكشوال انفكشن ديزيزز، بيتنقلوا عن طريق السيكشوال انتاكت او سيكشوال كونتاكت بين الميل والفيميل. تمام، يبقى دي سيكشوال انفكشوس ديزيزز. سؤال نمبر 11، the duplication of chromosome leads to كلين فلتر ولا ترنر ولا داون ولا كلين فلتر اور داون؟ طبعا ال duplication of chromosome يؤدي الى ايه؟ ال duplication of chromosome lead to طبعا هيبقى الداون، الداون سيندروم. الله. طب واحد يقول لي طب ليه ما ينفعش يقول مثلا الكلين فلتر؟ ما هو الكلين فلتر 44XXY مثلا. لا هنا ما بيحصلش duplication، هنا الكروموزوم ما بيحصلوش سيباريشن اثناء الانافيز. اثناء ما يحصل سيباريشن للكروموزوم، الكروموزوم ما بينفصلش، لكن ما بيحصلش دوبليكيشن. لكن الدوبليكيشن فين اللي بيحصل؟ بيحصل في الداون او المنغوليان سيندروم، دوبليكيشن للكروموزوم نمبر 21. If a normal man married a color blind Turner female, the result of a spring will be normal male يبقى X C capital Y. Married a color blind Turner female. Color blind Turner female, color blind Turner female. The result of spring will be 50% male with color blind ولا all males will be color blind ولا 50% of female color blind ولا no correct answer؟ طبعا اكيد no correct answer، لان احنا زي ما اتفقنا قبل كده ان هنا الترنر بتبقى استرايل او بتبقى في الفيميل بتكون شورت، واسترايل يعني ما بتخلفش عن عقيمه، يبقى معنى كده ان هي ما فيش او no correct answer، يبقى الاجابه هنا no correct answer. كده احنا رجعنا الجزئيه دي، والمره الجايه ان شاء الله هنحاول نراجع جزئيه اكبر من كده او على بقيه الدروس.